وفي عناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يغادر أرض الوطن في اتجاه طهران لتأدية واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. في محاضرة بجامعة المنار الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 23 و2000، البروفيسور المنجي البواندي يثمن قيمة التعليم في تونس ويدعو الشباب إلى أن يكون فضوليا إزاء التعلم. نجاح 80% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحسين مردوديتها عبر انخراطها في برنامج التعاون التونسي الألماني. في العالم، دول النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وجيش الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. تستضيف جامعة المنار اليوم البروفيسور المنجي بواندي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 23 و2000. البروفيسور تحدث لسمية الفرجاني عن سعادته بالتكريم في تونس. شرف لي أن أكون هنا وأن يقع تكريمي وتوسيمي من طرف رئيس الجمهورية. قيمة التعليم في تونس مهمة ومحفوظة، وهي مستقبل شبابها، كما هو مهم أن نواصل التعلم وأن نكون مبدعين وخلاقين. وهذا ما لمسته في تونس، رسالتي لشبابها: كي يحقق أحلامه عليه أن يعمل جاهدا وأن يكون فضوليا إزاء التعلم. تعرفت على تونسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم الكثير من الطموح والرغبة في العطاء لبلادهم، وهذا جيد للمستقبل أن يكون هناك تونسيون ناجحون على مستوى العالم ويساهموا في نجاح بلادهم. وعن جائزة نوبل للكيمياء لسنة 23 و2000 يضيف البروفيسور منجي باوانتي: قبل هذا التاريخ لم يكن أحد يعرفني فقط زملائي في المجال، وفجأة صرت من المشاهير وها أنا هنا محاط بالصحفيين. جائزة نوبل للكيمياء تحملني مسؤولية كبيرة في إعطاء الشباب الأمل للمستقبل، ومنحنا الجائزة بعد اكتشافنا للنقاط الكمومية وتطويرها، وهي جسيمات صغيرة جدا بحيث يتم تحديد خصائصها من خلال الظواهر الكمومية، وهي المكونات الأصغر كتقنية النانو تستخدم في الضوء الذي يخرج مثلا من التلفاز، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم. من جهته، قال رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أمين بوسرسارة إنه تمت استضافة الحائز على جائزة نوبل للكيمياء البروفيسور منجي باوندي لتكريمه باعتباره رمزا للعلم والتميز، وتحدث عن الهدف من تأسيس مهرجان الهندسة والعلوم والتكنولوجيا الذي يبدأ اليوم في دورته الأولى. اليوم معنا شرف باش نستقبلوا سي منجي باوندي، وهو يوم أول في نهارين متاع مهرجان الهندسة. الهدف من المهرجان هذايا هو نحط الضوء على الهندسة المتعددة الاختصاصات والمشاريع الكبرى، وهي خاصية متاع المدرسة الوطنية المهندسين بتونس اللي عندها برشا اختصاصات في الهندسة. وسيمون جي باوندي ظهر لي ما نجموش نبداو مهرجان كيما هكايا معناها خير من سيمون جي باوندي، وهو يرمز للعلوم ويرمز هذا للتميز اللي نحبوا نخلطوا الكل ان شاء الله في المهندسين نتاعنا في تونس والبرا من تونس. حضور مكثف للتظاهرة الاولى هذيا عديد القطاعات الأكاديمية، فما القطاع الباحثين وفما حتى القطاع الخاص والعام في الهندسة، وإحنا فرحانين ياسر باش نستقبلوهم وإن شاء الله يعديوا مهرجان باهي وتظاهرة باهي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى أمس تقليد منجي الباوندي المتحصل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 23 و2000 الصنف الأول من وسام الجمهورية، ومثل الموكب فرصة أكد فيها رئيس الجمهورية على رهان الدولة التونسية على التربية والتعليم والبحث العلمي وتوفير كل الظروف الملائمة للتونسيين والتونسيات حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب العلمية، مبرزا أن تونس تزخر بالكفاءات التي هي مبعث افتخار واعتزاز لبلادنا. عام
على هامش ندوة نظمتها اليوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمدينة الحمامات حول برنامج التعاون التونسي الألماني في النمو النوعي للتشغيل، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أهمية البرنامج في المساهمة في الإحاطة بمئة مؤسسة صغرى ومتوسطة، مشيرة إلى أن 80% من المؤسسات المنخرطة في البرنامج نجحت في تحسين مردوديتها وفي تجاوز الصعوبات التي اعترضتها وخاصة بعد جائحة الكوفيد. مؤسسة تم الاختيار متاعهم بعد طلب عروض، شاركوا فيه 250 مؤسسة. الهدف هي دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باش تكون تواكب التطور التكنولوجي، باش تطور التشغيل، باش تطور التسويق متاعها، رقم المعاملات متاعها. التقييم متاع التجربة هذه 80% من المؤسسات نجحت في أنها تحسن في المردودية متاعها، نجحت بأنها تتجاوز الصعوبات اللي مرت بها، بما أنه البرنامج هذايا كان في وقت صعيب بالنسبة للمؤسسات هذوما، بما أنه جاء بعد الكوفيد معناتها كانت تجربة خاصة. الحاجة الباهية المؤسسات هذوما كل مكثرهم عن شباب هو اللي حامل المشاريع هذه، كله طموح، والتجربة هذه الخاصة متاعها تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات متاع المؤسسات. تحت شعار الربحية المستدامة المعادلة الجديدة لنجاعة المؤسسة تنطلق غدا الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات بمنطقة ياسمين الحمامات، ويناقش المنتدى الذي يتواصل ليومين بشراكة مع مركز النهوض بالصادرات التحديات التي تواجهها المؤسسات في مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية بحضور خبراء من تونس والخارج. أحلام القاسمي. دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في أنشطة الشركات وانخراطها في تحديات التنمية المستدامة يختزل مفهوم المسؤولية المجتمعية. هذا التوجه للنموذج الاقتصادي الملتزم بتقليل الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية لأنشطة الشركات والمؤسسات على موظفيها ومحيطها والمجتمع ككل، الهدف من المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي ينطلق غدا بتونس. رئيسة لجنة تنظيم المنتدى منى العرفة. الأهمية متاع المسؤولية المجتمعية هي أصبحت من أعلى الأولويات في جميع الدول لما لها من تأثير إيجابي على المناخ الاجتماعي والنمو المتوازن. أثناء إن شاء الله باش نحكي وكيفاش الربحية المستدامة هي المعادلة الجديدة لأداء الشركات، باش نحكي وكيفاش الشركات تحقق أقصى قدر من الربح مع الحد الأدنى من التأثير السلبي على البيئة والمجتمع، باش نتبادلوا الخبرات متاعنا. زاد عاملين مسابقة باش نشجعوا أحسن أكسيون إغاسو، نشجعوا اليوم الشركات، قولوا لهم الناس الكل إيجي ومرحبا بكم. وتؤكد رئيسة لجنة تنظيم المنتدى منى العرفة أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية أصبح من أدوات العمل الضرورية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة والربح المالي. اليوم الشركات التونسية إذا ما تنقصش في البسمة الكربونية متاحة ما عادش نجموا نصدروا المنتوجات التونسية للبرة. صحيح من عام لعام قاعد يزيد الإقبال متاع الشركات، اليوم الشركات التونسية فاقت بالأهمية متاع المسؤولية المجتمعية للشركات، والوعي قاعد كل يوم يزيد ويتطور. هذه ثقافة جديدة يلزمنا الناس الكل نخدموا عليها ونطورها مع بعضنا. وإزاء التحديات العالمية المتزايدة في مجالي البيئة والطاقة تكتسي المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مزيدا من الأهمية، لا فقط بالانخراط الطوعي بل بموجب القانون. وفي تونس تم اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات في النظام القانوني بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2018 تكريسا لمبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تعتزم إجراء القرعة الدورية الأولى المتعلقة بالتناوب في المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ابتداء من الأول من جوان القادم، وذلك تجسيما للتناوب الذي ينص عليه القانون وتبعا لاكتمال تركيبة جميع المجالس المنتخبة محليا وجهويا وعلى صعيد الأقاليم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
توجه صباح اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى طهران لتقديم واجب العزاء في الرئيس الإيراني الراحل، وستنقل الجثمين إلى محافظة خراسان الجنوبية قبل نقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس الرئيس الإيراني شمال شرق البلاد، حيث سيوارثر غدا الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا ووسط حضور شخصيات أجنبية بارزة ورؤساء دول. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 29 بعد 200، عمد جيش الاحتلال اليوم إلى حرق عدد من المباني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشن قصفا جويا استهدف تجمعا للنازحين في بلدة الزاوية وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره لمستشفى العودة شمال القطاع لليوم الرابع على التوالي. وفي خطوة تصعيدية اقتحم وزير الحرب الإسرائيلي إتمار بن غفير اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال للمرة الأولى منذ الحرب على غزة في أكتوبر المنقضي. في الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماسة استهداف جرافة عسكرية للعدو بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيلة جنوب شرق مدينة رفحة، وقنص 3 جنود صهاينة في بيت حانون شمال القطاع، واستهداف ناقلة جند إسرائيلية في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفحة. وفي تطور لافت للقضية الفلسطينية، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اليوم بشكل متزامن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين ومنحها كل الحقوق والواجبات كدولة مستقلة اعتبارا من 28 ماي الجاري، اعتراف رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية. ياسين الفغالي والتقرير التالي. اتخذت النرويج وإيرلندا وإسبانيا قرار الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من أن ذلك سيكون عاملا مساعدا في إحلال السلام بالمنطقة، وأنه لا يوجد بديل حقيقي للسلام سوى تطبيق حل الدولتين. كما أكدت الدول الثلاث أن قرارها يأتي أيضا من منطلق الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية، معربة عن أملها في أن تتخذ دول أخرى قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد رحبت حركة حماس بهذا الإعلان، واعتبرت أن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة مهمة على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم. كما رحبت منظمة تحرير الفلسطينية اليوم بالإعلان، واعتبرته خطوة تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته كل من السعودية والأردن ومصر. في المقابل، استدعت إسرائيل اليوم سفرائها في إيرلندا والنرويج وإسبانيا لإجراء مشاورات طارئة وإبلاغهم احتجاجها الشديد على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. في المقابل، استدعت إسرائيل اليوم سفرائها في إيرلندا والنرويج وإسبانيا لإجراء مشاورات طارئة وإبلاغهم احتجاجها الشديد على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. كما أعلن وزير الحرب الإسرائيلية إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أعلن وزير المالية عزمه عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر، وإلغاء تصريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يغادر أرض الوطن في اتجاه طهران لتأدية واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. في محاضرة بجامعة المنار الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 23 و2000، البروفيسور المنجي البوندي يثمن قيمة التعليم في تونس ويدعو الشباب إلى أن يكون فضوليا إزاء التعلم. نجاح 80% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحسين مردوديتها عبر انخراطها في برنامج التعاون التونسي الألماني. وفي العالم، دول النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وجيش الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني، في أمان الله.